السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتمنى من الله ان تكونوا بخير وبصحه جيده يا ريت بعد اذنكم تسوي تعمل اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد ولأنه باسعار الدولار في السوق السوداء وفي البنوك في مصر اليوم الجمعه 24 نوفمبر 2023 ونبدا وصل سعر 1 دولار امريكي الى 50 جنيه مصري وصل سعر 5 دولار امريكي الى 249 جنيه مصري وصل سعر 10 دولار أمريكي إلى 498 جنيه مصري، وصل سعر 25 دولار أمريكي إلى 1244 جنيه مصري، وصل 50 دولار أمريكي إلى 2488 جنيه مصري، وصل 100 دولار أمريكي إلى 4975 جنيه مصري، وصل 500 دولار أمريكي إلى 24875 جنيه مصري، وصل 1000 دولار أمريكي إلى 49750 جنيه مصري، وصل 5000 دولار أمريكي الي 248750 جنيه مصري وصل 10000 دولار أمريكي الي 497500 جنيه مصري بالنسبة لأسعار الدولار في البنوك فهو كالتالي وصل سعر الدولار الان في المصرف في المتحده نحو 30 85 جنيه شراء 30 95 جنيه بيع وصل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30 84 من جنيه شراء 30 95 جنيه بيع وصل سعر الدولار في البنك الاهلي نحو 30 75 من جنيه شراء 30 85 جنيه بيع وصل سعر الدولار الان في الاهلي المتحد نحو 30 85% جنيه شراء 30 95% جنيه للبيع وسلسله الدولار الان في بنك فيصل الاسلامي نحو 30 85% جنيه شراء 30 95% جنيه للبيع وبهذا قد اوفيناكم باسعار الدولار في السوق السوداء وفي البنوك اليوم الجمعه 24 نوفمبر 2023 لا تنسوا الاشتراك في القناه فعل عليكم ورحمة دعمنا برايك والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.